وإذا قال ولا ينزلان عنه بحال، يعني الأب والجد ما ينزل عن السدس. ليش؟ لأن الأب والجد لهما ثلاث حالات، الأب والجد لهما ثلاث حالات، إما أن يرثا بالفرض، وإما أن يرثا بالتعصيب، وإما أن يرثا بالفرض والتعصيب. إما أن يرثا بالفرض، وإما أن يرثا بالتعصيب، وإما أن يرثا بالفرض والتعصيب. الفرض يعني السدس، هذا الفرض. طيب متى يرث الأب والجد بالفرض؟ إذا كان في أبناء، في ابن عند الميت على طول الأب يأخذ السدس أو الجد، لأن إذا الأب موجود الجد ما يرث، إذا الأب غير موجود الجد يأخذ مكانه. فإذا في فرع وارث ذكر الأب له السدس أو الجد، هذا هنا يرث إيش؟ بالفرض فقط. يرث بالفرض والتعصيب إذا كان عند الميت فرع وارث أنثى، فرع وارث أنثى مو ذكر. يعني أنا توفيت الآن وعندي بنت، فلو فرضنا عندي زوجة أو ما عندي زوجة ما يفرق، لأن عندي بنت البنت تأخذ النصف على طول مباشرة، والزوجة إذا كانت موجودة تأخذ الثمن، وإذا كانت غير موجودة خلاص ما في مشكلة. وأبي يأخذ السدس وبعدين يقول بقى شيء؟ نقول يبقى شيء، قال أعطوني الباقي بعد، فيأخذ الفرض ويأخذ الباقي، فيرث بالفرض والتعصيب. لأن إذا أعطينا البنت النصف بقى نصف، صح ولا لا؟ وأعطينا الجد السدس بقى كم؟ بقى ثلث ولا لا؟ عدل. الآن عندي أموال نفرض قسمتها على ستة، البنت أعطيتها النصف، كم بقى؟ يبقى ثلاثة. الجد أعطيناه السدس أو الأب يبقى اثنين، صح ولا لا؟ اليوم الثلث، الثلث اثنين من ستة ثلث ولا لا؟ اي نعم، يبقى الثلث. الرد مرة ثانية أعطيها الأب أو الجد، فيرث بالفرض ويرث بالتعصيب. هذا إذا كانت بنت. أما إذا كان ابن، لأن الابن أقوى، هو عصبة أيضا الابن، يأخذ هو اللي يأخذ الباقي. فالجد متى يأخذ الباقي؟ إذا كان في فرع وارث أنثى وليس فرع وارث ذكر. أحيانا يرث بالتعصيب فقط، مات ميت عن زوجة وجد، زوجتي وجدي بس ماكو أحد ثاني، لا عيال لا كذا، بس زوجة وجد. الزوجة تأخذ الربع والجد يأخذ الباقي، الجد يأخذ الباقي، واضح ولا لا؟ أو يأخذ السدس والباقي، بس هو يأخذ الباقي. هنا مات عنده أب وأم بس، واحد مات مو متزوج، عبد العزيز مو متزوج مات، الآن من يرثه؟ أمه وأبوه. الأم تأخذ الثلث وأبوه يأخذ الباقي، الأب يأخذ الباقي، يسمونه التعصيب، يسمونه إيش؟ تعصيب. إذن إما أن يرث بالفرض، وإما أن يرث إيش؟ بالتعصيب، وإما أن يرث بالفرض. يرث بالفرض إذا كان هناك فرع وارث ذكر، يرث بالفرض والتعصيب إذا كان هناك فرع وارث أنثى، يرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن هناك فرع وارث. طيب هنا يدخل في التعصيب إما الأب أو الجد، وكلاهما واحد، والله أعلم. نعم.